انقطاع رواتب عمال النظافة بتعز منذ 6 أشهر، وأنباء عن قمع احتجاجات مسلمية. ما هي العوائق التي تمنع صرف مستحقاتهم من قبل السلطة المحلية يا ترى؟ أهلا بكم. قطاع عمال النظافة قطاع من أهم القطاعات الخدمية في مدينة تعز، لكن هذا القطاع لا يبدو أنه يتلقى الاهتمام الذي يستحقه من قبل السلطة المحلية، إذ تشير مصادر صحفية إلى أن العمال لم يتلقوا مستحقاتهم منذ 6 أشهر، وبطبيعة الحال لم تفي الجهات المسؤولة بالزيادة المقدرة ب30% من المرتبات التي وعد بها عمال النظافة حتى الآن. هذا الأمر دفع بعمال النظافة في المدينة للخروج إلى شوارعها مطالبين بصرف مستحقاتهم، لكن آخر هذه الوقفات قمعت بحسب المحتجين، وبدلا من أن تصرف مرتباتهم أجبروا للذهاب إلى المستشفيات لتلقي العلاج بفعل عمليات تفريقهم من قبل السلطة المحلية. توقفت السلطة المحلية عن صرف مستحقاتهم قرابة 6 أشهر، فاتخذ هؤلاء العمال من الشارع حلا أخيرا. وقفة ليست الأولى، فقد سبقتها العديد من الوقفات خلال الأيام الماضية، رفعوا خلالها مطالبهم المشروعة المتمثلة بصرف مستحقاتهم والإيثاء بالوعود التي قطعت مرارا وتكرارا لتحسين أوضاعهم السيئة. خرجنا اليوم الوقفة الثالثة صندوق نظافة التحسين لمطالبة صرف مرتبات عمال النظافة المتعاقدين والإداريين لم يتم صرف مرتباتهم منذ 6 أشهر، والعمال الرسميين الذين هم كادر مشروع النظافة لم يصدر قرار بصرف رواتبهم، وصرف الزيادة الذي هي 30% لم تصرف. قد شبعنا وعود من الأخ محافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان نائب وزير المالية، السلطة المحلية لم تلتفت لهذه الفئة بشكل كفت مؤسسات الدولة تصرف مرتبات ما عدا صندوق النظافة والتحسين كونه جهة خدمية. المحتجون وفي خطوة تصعيدية هددوا بالتوقف عن العمل ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم وتحسين أوضاعهم. وبينما كانت أصوات هؤلاء العمال ترتفع في شوارع مدينة تعز في انتظار الاستجابة للمطالب التي خرجوا من أجل تحقيقها، كانت ردة فعل السلطة المحلية على عكس أمل هؤلاء، فقد تعرض المحتجون للاعتداء من قبل أفراد الشرطة العسكرية بتوجيه من وكيل المحافظة عارف جامل حد قولهم، حيث طالبوا بمحاسبة المعتدين عليهم. أول مرة عارف جامل يهدد عمال النظافة، اشتي خرج البوابير بالصامل، اشتي خرج البوابير بالصامل اشتغلوا، قلنا لهم قيبوا لنا حقنا الرواتب عشان نخرج نشتغل لكم. جس قليل عارف جامل رجع قمعوا تقومات ضربوا نحن هناك، خرجوا لنا بلا مقارم، ضربوا لنا بالأواليب، شبتوا لنا وعساكر أمس هناك زبطوا نحن، يعني ما لناش كرامة أمس المرة سقطها بس الآن كانوا زبطوا لنا، يعني هذا بحق من هذا. تتبادل سلطة المحافظة وصندوق النظافة والتحسين الاتهامات بشكل متكرر بشأن عدم صرف حقوق العمال، ليترك الباب مفتوحاً أمام الكثير من التساؤلات عن الجهة الفعلية المتسببة بعدم صرف رواتب العمال. الرواتب التي يتقاضاها العمال ليست بالكبيرة، إذ لا تتجاوز 100 دولار شهرياً، ومع ذلك صعب على السلطة صرفها لضمان استمرار العمل ورفع مخلفات القمامة من شوارع المدينة. وفي حال تم ذلك فإن المدينة ستكون على موعد مع موجة وباء جديد قد تحصد مزيداً من الأرواح في ظل تردي الوضع الصحي في المدينة جراء الحرب والحرب. مجددا الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما ارحب بمن ينضم الينا من تعز رئيس نقابه عمال النظافه هناك السيد عبد النيش. اهلا بك سيد النيش. اذا دعنا في البدايه نعرف ما هي المشكله التي تمرون بها انتم عمال النظافه هناك، اهلا وسهلا بك. اشكرك اخي العزيز وجيه. اليوم نحن هنا نعاني في المدينه المحرره والتي تعتبر تعز هي ام المحافظات باعتبارها هي المدينة الثقافية، بينما يعاني عمال النظافة الأمرين
باب الأول من عدم صرف الرواتب وعدم ضمهم إلى مكاتب التنفيذية في المحافظة. نحن نرى أنه كل المكاتب التنفيذية الممثلة بكل القطاعات الهامة، منها التربية ومنها السلك العسكري والأمني والخدمات الأساسية والكهرباء والمياه والصرف الصحي، لكن نرى أنه هناك يوجد تمييز عنصري بالنسبة لهذه الشريحة، لا ندري لماذا. بينما نحن لما نتكلم على عامل النظافة، فعامل النظافة يعاني الأمرين، يعني من بداية اندلاع أول شرارة للحرب ما زال عامل النظافة في الميدان، لم ينقطع من عمله وتأدية واجبه. نحن كنا لا نبحث حتى عن الراتب أثناء عدم وجود الدولة، عدم وجود السلطة المحلية. من يتواجدون الآن على المكاتب التنفيذية كانوا بالأمس لا يوجدون أمامنا. كان عامل النظافة يشتغل بين القصف وبين القذائف وبين كل ما يتعرض له الإنسان من مخاطر، ولكن للأسف نتفاجأ بإحضار تكريم لعامل النظافة بأنه يضرب ويهان ويهدد وكل أعتقد كل أشياء من عملية القمع التي ندعي أنه قد تكون تمارس علينا من قبل الآخر. نحن خرجنا ب 2011 لأجل التغيير ولأجل عدم التمييز العنصري، للمساواة والعيش الكريم بيننا وبين طياف المجتمع، لكن نفاجأ بأن عامل النظافة لا يتقاضى راتبه إسوة بكل المكاتب التنفيذية. طيب من هو المسؤول؟ سؤال يطرحه سيد نيش، سواء كانت من هو المسؤول عن ذلك؟ يعني نحن لو ما نقول المسؤول، نحن بالحقيقة نحمل السلطة المحلية بهذا الموضوع، لأنها هي تتحمل المسؤولية الأولى والكاملة، لأنها هي تعتبر حلقة الوصل ما بين الموظف سواء كان في قطاع النظافة أو في أي قطاع كان، هي المفوض والوسيط ما بينه وبين الدولة في الشرعية. يعني الآن الأستاذ نبيل شمسان متواجد في مصر، بينما وزير المالية متواجد في مصر. ما السبب انقطاع راتب عامل النظافة؟ لماذا لم يكون عامل النظافة راتبه أسوة بكل القطاعات؟ عندنا في بعض الأسئلة، يعني أنا بالحقيقة أتفاجأ عندما السلطة المحلية تقول سوف تصرف راتب للموجودين في المدينة، بينما نحن لا 2017 كنا نتقاضى، نحن وكل الموجودين في الشرعية كنا نتقاضى في من بنك صنعاء، يعني للأمس القريب، يعني قبل سنة ونص أو سنتين ونحن نتقاضى راتبنا من البنك المركزي في صنعاء، من الوزارة في صنعاء، وكل الموجودين الآن في النطاق الشرعية كانوا يتقاضون رواتبهم من صنعاء. والآن نتفاجأ أنه سوف يقوم الراتب قطع الراتب على الموجودين في الحوبان، أخواننا في الحوبان، عمال النظافة. نحن لا نريد تسييس لهذه الشريحة ولعامل النظافة ولا للنظافة بشكل عام. نحن لم ندخل في طيب عندما نتحدث سيد نيش، عندما نتحدث عن عمال النظافة في تعز، نحن نتحدث عن قطاع كبير، كم هو حجم هذا القطاع لو تحدثنا عن ذلك بما أنك رئيس نقابة عمال النظافة هناك؟ طيب قطاع النظافة الموجودين يعني هو ب 1300 وشوية، يعني ما مش العدد الكبير هذا، مش مثل شريحة التربية. يعني التربية الآن نحن لما نتكلم على التربية، لما يقول لك أنا بقطع الراتب على بصرف الراتب اللي موجود في داخل المدينة وبقطعه على اللي خارج المدينة، هل بيتساوى العامل النظافة مع عامل مع موظف التربية مع الجندي في الأمن مع الكهرباء مع المياه بقطع رواتب الناس النازحين؟ فنحن من جيزهم. متى ما منذ متى هذه الرواتب وهي مقطوعة سيد نيش؟ منذ متى ورواتب عمال النظافة مقطوعة؟ حقيقة يعني نحن نشتغل في معانا في النظافة جانبين، جانب المتعاقدين والتي سمي بكبار السن، والموجودين اللي هم أساساً الآن هم الرسميين.
يعني 113 اليوم الرسميين وما يقارب 1000 وشويه برضو المتعاقدين اليوم كبار السن الذين لهم 7 أشهر للآن بدون راتب، ونحن لنا أكثر من 3 أشهر بدون راتب. نحن عندما كانت كانت الشرعية غير قادرة على صرف الرواتب صبرنا وعانينا الأمرين ولم نخرج للشارع ولم نضرب ولم، بينما كان يقطع الشارع ويقطع المداخل وتوقف الجهات الرسمية بمظاهرات ومسيرات وإلى آخره ونحن نعمل. لذلك نحن الآن طيب هل المبلغ إلى هذه الدرجة كبير؟ يعني لو تطلع السادة المشاهدين سيد النيش عن ما يتقاضى عامل النظافة في العادة في تعز؟ أنا بالمرة السابقة ذكرت للأستاذة التي عملت معي اللقاء المباشر في التليفون أننا أخجل أقول كم الراتب، ولكن هي أشكرها كل الشكر لأنها كانت كلامها وموقفها قوي. قالت الخجل على من يصرف الراتب، راتبنا هو 27,000، يعني عامل نظافة عدة يواجه كل المخاطر في من أمراض منتشرة، من فيروس الإيدز اللي هو HIV، من الأشياء التي قد تؤدي بحياته للموت وتعيق، وقد ربما تسبب في انقطاع رزق أو قوت أولاده، لكن مع ذلك نحن نقول صابرين. طيب عندما خرجتم سيد النيش، عندما خرجتم إلى إلى هذه الاحتجاجات، كيف تم التعامل معكم؟ لو تشرح لنا. بالحقيقة للأسف الشديد قوبلنا بصد لم نتوقعه أبدا، يعني حقيقة نحن تفاجأنا. نحن لو أعتقد الكل يعرف أنه أي دائرة من الدوائر الحكومية كانت عندما يقطع راتبها يقطعون الشارع ويضربون الرصاص ويعني ويعملون أشياء لا غير موجودة في الحسبان، لكن بينما عامل النظافة يخرج في بيده المكنس الذي يعمل والتي يعتبر هو سلاحه، مكنس يشتغل فيه في الشارع ويخرج يطالب سلمي، فنقابل بالتهديد، فنقابل بالهتك. يعني يوم الخميس خرجنا مسيرة كانت المسيرة سلمية وبمرأة ومعلم كل الناس والتنفيذيين وكل الجهات. طيب ما هي الخطوة القادمة سيد النيش ومن حضر معنا من الإعلاميين؟ الخطة القادمة، نحن سنضع عمل النظافة للأخوة في السلطة المحلية يعملون بدل العامل، طالما أنه يرون أنهم أقدر من العامل في عمل النظافة فليعملوا. نحن بالأخير سوف نلتزم المنازل وسوف نلتزم البيوت حتى يأتي راتبنا. يعني بالأخير نحن راتبنا زهيد، راتبنا لا يتجاوز 27,000 ريال. يعني مجرد إذا في نية حقيقية، في فعلا مراعاة لمشاعر العمال وإكراما لهم ويعني رد الجميل لهذا العامل الذي لم يغادر الشارع منذ اندلاع الحرب وإلى الآن بأنه يصرف راتبه. إذا لابد أن تصل هذه الشكوى وهذه الاحتجاجات والمطالب والمستحقة، يعني المطالب المستحقة لكم إلى الجهات المختصة. أشكرك جزيل الشكر السيد عبد النيش رئيس نقابة عمال النظافة بتعز، على أمل أن نستمر بتسليط الضوء على هذه الإشكالية بإذن الله في الأيام القادمة. شكرا جزيلا لك السيد عبد النيش، كنت معنا من تعز. أرحب مشاهدينا الكرام الآن بالسيدة مها عون الناشطة الشبابية التي تنضم لنا عبر الهاتف من هناك من تعز. سيدة مها، إذن سمعنا الآن معاناة، يعني شرح لنا السيد عبد النيش رئيس نقابة عمال النظافة بتعز عن معاناة هذا القطاع هناك وعن ما يواجهه من قبل السلطة المحلية حين يعني طالبوا بهذه المستحقات. أنت كنت هناك كشاهدة عيان عندما طالبوا بمستحقاتهم، ما الذي حدث بالضبط؟ السلام عليكم. أهلا وسهلا. بشكل عام القضية أصبحت قضية مجتمعية إنسانية، مطلب كل مدني مدينة تعز. لا ننكر أن عمال النظافة لهم دور كبير في انتشار القمامة وإنقاذ تعز من كارثة بيئية. مطلب عمال النظافة كان هو صرف الرواتب، أسوة بجميع الموظفين والمؤسسات الحكومية التي تصرف لهم الرواتب. لذلك كان لهم الحق إقامة مظاهرة واحتجاج من أجل المطالبة بحقهم.
طبعا من ماديك شكري عام صعب جدا. عمر النظافة أناس يعتمدون على قوت يومهم على الراتب، ذلك الراتب بالنسبة لهم الحياة. فقرر عمر النظافة إقامة اعتصام أمام مبنى السلطة المحلية، ولكن الكارثة أن يقابل هذا الاعتصام باعتداء على المتظاهرين والمعتصمين من قبل جهة أمنية وسلطة محلية. طبعا الاعتداء خلف جرحى، تعددت إصابات من كسور في اليد والرجل، حتى أن النساء لم تسلم من هذه الاعتصامات، كانت إحداهن حامل وتم الاعتداء عليها مما أدى إلى سقوط الجنين. بشكل عام ما هكذا تحل الأمور يا سلطة محلية، فأن يقابل الاعتصام باعتداء فهذا يعتبر كارثة. تفضلي بالبقاء معنا السيدة مها عون، أرحب بمن ينضم إلينا عبر الهاتف من تعز وكيل المحافظة السيد عارف جامل. أهلا بك سيد جامل. إذن عمال النظافة ظهروا في مقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي يتهمونك أنت بأنك أمرت مسلحين بالاعتداء عليهم، ما أدى في نهاية المطاف إلى إجهاض إحدى العاملات وإصابة آخرين. هذه الاتهامات لك وهذا المنبر لك لتوضح وجهة نظر السلطة المحلية. أتمنى في البداية أخي العزيز أرحب بك وأرحب بضيوفك الكرام أن تعطيني مساحة كافية للحديث طالما وأنا قد أنا متهم، طيب تعطيني مساحة لأتحدث. في البداية أنا من خلالكم أوجه شكري وتقديري لعمال النظافة الذين مستمرين للعمل منذ مساء أمس حتى اللحظة مع جميع الأخوة في إدارة صندوق النظافة والتحسين. طبعا نحن نعلم أن نحن نؤكد أيضا من خلالكم أننا مع عمال النظافة بمطالبة مستحقاتهم في حقوقهم ومع وقفاتهم الاحتجاجية، لكن أيضا نحن ضد أي استغلال لهذه المسيرات، نحن ضد أيضا عمل النظافة. ما حدث يا أخي العزيز هو كان أن هناك إضراب شامل لمسألة النظافة، المحافظة تتعرض لأوبئة، تتعرض إلى كارثة بيئية، عملنا على بدائل. هناك طبعا ليس كل العمال مضربين، هناك بعض العمال أبدوا استعدادهم للعمل وهناك بعض السائقين، تم إخراج هؤلاء العمال الذين سيعملون. احترمنا من رفض العمل ووقف مضرب على العمل، وقمنا بأخذ العمال الذين يريدون العمل وقمنا بأخذ البوابير، لكن تفاجأنا أن هناك عمال يحرضون يعتدون على العمال الذين يريدون أن يشتغلوا. هناك إغلاق للحوش مشروع النظافة، إخراج البوابير. طبعا حاولنا معهم منذ ليلة أمس بإجراءات معينة وطلبناهم وجلسنا معهم وشكلنا لجان لتفاوض معهم لأن نوضح لهم أن نحن معهم ومع رواتبهم، لكن أيضا لسنا مع مسألة تكدس القمامة. هناك بدائل، وأحب أوضح أنه لم يحصل ما طرح أنه تم إجهاض أو تم الاعتداء، لم تطلق أي رصاصة. أخو الأمس عندما حاول وتم فتح الباب وإخراج البوابير وتم الشغل، والشغل مستمر من يوم أمس حتى اللحظة. أنا أخي العزيز أريد أن أوضح نقطة رئيسية، أن وضع النظافة هو وضع يعني خطير بالنسبة لتعز ومشكلة كبيرة يجب أن نواجهها جميعا. طبعا نحن نعلم أن النظافة منذ فترة طويلة حاولنا كسلطة محلية لإعادة استعادة مكتب صندوق النظافة، لما لهذا المكتب من أهمية كبيرة تتعلق بمصالح الناس وصحتهم وأرواحهم. وكان نحن نعلم اليوم أن مقلب القمامة لا زال في نطاق الحوثي، نحن نعلم أن جميع المعدات النظافة لا زالت في نطاق الحوثي، حاولنا استعادة النظافة بشكل تدريجي. اليوم هناك مقلب تم إيجاده، اليوم هناك مكتب نظافة، اليوم هناك عمال نظافة، لكن أحيانا المطالب أنا سأشرح لك كم عدد العمال وكم هم الفعليين الذين يشتغلون معنا وكم. طيب هؤلاء العمال هناك أيضا هناك نقطة، يعني هناك حديث على أنكم جئتم بعمال نظافة آخرين بدلاء عن هؤلاء الذين قاموا بالإضراب باليومية بدلا من أن تصرف رواتب لا. هؤلاء العمال القدماء. أخي شوف، إذا تحدثنا عن العمال سأوضح لك، العمال الرسميين عددهم ما يقارب 1313 عامل رسميين بواقع 44 مليون ريال، رواتبهم صرفت منذ بداية عام 2019، توقف صرف شهر 6 فقط، تم تدخل أخ المحافظ وتم الضغط على وزير المالية فوجه بصرف الربع الثالث من عام 2019. للأسف الشديد تأخر صرف، وجه لعدم وجود سيولة في البنك ربما، صرف شهر 7 و8 وتأخر شهر 6 و9 وأيضا دخل فيها الآن شهر 10، يعني 3 أشهر لا أكثر ولا أقل.
طبعا هذا فيما يتعلق. ايضا هناك كانت زياده تم اعتمادها للمرتبات بحدود 30%، لم يتم اعتمادها من قبل الاخوه في وزاره الماليه رغم المتابعه، وهناك لجنه تتابع والاخ المحافظ يتابع ونحن نتابع هذا الماليه، لكن لم نصل الى نتيجه. الشيء الاخر، هناك متعاقدين بحدود 1156 متعاقد، هؤلاء كانت تعطى لهم رواتب من موارد الصندوق ومن السلطه المحليه في المحافظه في فتره ما قبل الحرب. طبعا انا اكد لانه كان موارد الصندوق في قبل الحرب كان يصل الى 120 مليون. اليوم متوسط الايراد الشهري لصندوق النهضه والتحسين ليتجاوز 15 مليون. هؤلاء يتقاضون ما يقارب 27 مليون شهريا المتعاقدين. هؤلاء المتعاقدين بمتابعه ومن الاخوه في دار الصندوق تم اعتماد رواتبهم من بدايه العام 2018 واعتمد لهم الزياده بواقع 30%. توقفت مرتباتهم منذ شهر ابريل 2019. السبب بتوقف رواتبهم انه عندما تم اعداد موازنه الدوله تم توقيف رتب المتعاقدين على اساس انهم اعتمدوا نفس ما كان يعتمد في موازنه الدوله سابقا. اعتمدوا فقط ما يخص الرسميين واسقطوا المتعاقدين، بمعنى ان هذه مشكله قائمه في وزاره الماليه يتم متابعتها. يعني انت تحمل وزاره الماليه فيما يتعلق بوقف الرواتب الاخيره. نحمل اليس كذلك؟ نحملهم المتاخرات الثلاثه الاشهر فيما يتعلق بمرتبات الرسميين، نحملهم مسؤوليه 30% زياده لم يتم اعتمادها بالنسبه للرسميين. ما يتعلق بالمتعاقدين، كان هناك دعم يتم عبر موازنه الدوله من صنعاء بواقع 27 مليون للمتعاقدين، تم اسقاطها معتمده، يعني لم يتم اعتمادها، اعتمدها فقط الرسميين واسقطها المتعاقدين. لكن عندما نجي نتكلم اليوم عن الاضراب، لا اساس للاضراب، لماذا؟ لانه العمال المتواجدين فعليا والذين يشتغلون في محافظه تعز اليوم حاليا تجاوز عددهم بحدود 200 عامل. هؤلاء العمال حتى وان قطعت رواتبهم فهو يستلم ما بين 6000 الى 4000 الى 2000 ريال يوميا، يعني بواقع شهري يتجاوز ال 100 وال 150 وال 180 الف، بمعنى اضعاف مضاعفه. نحن لم نوقف رواتب من كانوا في الحوبان، بالعكس تم صرف رواتب 2019 وكان العامل في الحوبان يستلم راتبه، وكان العمال الموجودين الرسميين هؤلاء اليوم يدعون انهم يضربون الذين يعملون الان مع صندوق لا يتجاوز 45 من اصل 1313. نحن لم نمنع احد، لم نمنع احد ان يعود الى عمله. طالبنا الرسميين المتواجدين، هناك رسميين لا زالوا في الحوبان فيما يقارب الألف واكثر، وهناك بحدود 500 رسميين موجودين في داخل تعز لا يستلمون رواتبهم خلال الفتره من 2019 حتى تاريخه ولم يقدموا اي عمل. من تم هناك الذي تم التعاقد مع ناس اخرين ليس لان المذكورين رفضوا العمل مين الى عملهم. من هو في نازح تسري عليه نفس المكاتب الاخرى، سواء كان في التربيه، من هو في خارج الشرعيه يستلم راتبه وهو موجود هناك له ظروفه، لكن من هو موجود داخل المدينه لا يصرف الراتب الا بعمل. نحن نقدر تقديرا عاليا ان راتب العامل غير صحيح، ان يظل راتب العامل 27 لكن غير صحيح، لكن نحن في صندوق عملنا آلية وتم احنا نتحدث عن 27000 ريال يمني. نعم 27000 يمني، وهذا مبلغ بسيط، لكن انا اؤكد لك الفعلي الذي يصرف الان نحن في السلطه المحليه ندعم ما يقارب ال 10 الى 20 مليون شهريا لتغطيه عجز المرتبات، لكن كما قلت لك الان العمال المتواجدين فعليا لا يتجاوزون ال 200 عامل. فبالتالي احنا عندما ما حصل الحادثه الاخيره عندما تم استدعاء العمال ما الذي تريده؟ كان يطلب الراتب، كم تستلم؟ يقول لك استلم اليوم 3000، بكم تصل؟ الى 100 الى 120، بالتالي لا توجد حجه الراتب. حجه الراتب بالنسبه للاخوه الموجودين في داخل الحوبان هم من اثاروا هذه المشاكل وهم من عبوا يعني لا زالت بالنسبه لكم المساله ان هناك من هم متواجدون في الحوبان هم من يعني يقومون بهذه المشاكل، تتهمهم بذلك؟ يدفعون بالعمال الذين موجودون في المدينة ويأثرون عليهم رغم أن العامل داخل المدينة. ما هي الشواهد على ذلك سيد جامل؟ أضعف. نعم، ما هي الشواهد على ذلك أقصد؟ إيش من شواهد؟ ها الشواهد يا أخي للأسف هناك بيان صادر من الحوان بما يسمى نقابة، هناك أشخاص نحن نعلمهم ونعرفهم يسعون إلى التحريض. أنا نحترم مطالبة العامل، نحترم أيضا
وقفة الاحتياجية لا تصير سلمية ليطالب بحقوقه، لسنا ضد هذا. طيب يعني في سياق انهاء المشكلة سيد جامل، في سياق انهاء المشكلة وعدم تفاقمها وعدم حدوث أيضا مشاكل أخرى بمثلا مواجهة وما شابه واعتداءات وما شابه، يعني في سياق هذا الحديث ما هي التصرفات أو ما هي الأعمال التي قمتم بها في سياق حل هذه المشكلة إلى الآن؟ والله أخي احنا بالنسبة للاتفاق اتفقنا نحن إذا تم توقيف الراتب من العاصمة المؤقتة عدن لجميع المكاتب فما يسري على صندوق النظافة يسري على باقي المكاتب. إذا تم صرف رواتب جميع الجهات الأخرى المكاتب التنفيذية ولم يصرف ما يتعلق بالنظافة فالسلطة المحلية ملزمة أن تصرف الرواتب. لكن هناك معلومة يقول عنها العاملون في قطاع النظافة أن بقية القطاعات يستلمون رواتبهم، فيما النظافة فقط من تأخرت هذه الرواتب ولم تسلم إلى الآن. أنا معك أنه في هذه الأشهر تأخرت، لكن أنا أقول لك الآن كلمة أنه من يشتغل معنا وقد يستلم ضعف الراتب، يستلم ضعف أو ضعفين أو ثلاثة أضعاف من الراتب، لم يحرم من بدل. نحن عوضنا الموظف الذي يعمل في داخل النظافة عوضناه ببدل يومي، مستحقات يومية. أحيانا المستحقات اليومية هذه تتجاوز الراتب بأضعاف مضاعفة، يعني بمعنى أن يصل الراتب 100 وال 120 وال 150 ألف. هذا بالنسبة للعامل. المتضرر هو العامل الذي لا يشتغل، العامل الذي في الحوبان او العامل الذي بداخل ولم ينضم الى عمال النظافه جالس في البيت ويشيل راتب، هذه مشكله ايضا. طيب ارجو ان تتفضل بالبقاء معنا سيد جامل، انتقل او اعود الى السيده مها عون. اذا سيده مها عون سمعت ما تفضل به السيد عارف جامل وانت مطلعه على ما حدث، كيف تعقبين؟ طبعا في التنشر من مدة كبيرة جدا يتم إيقاف الراتب، سواء كان 200 عامل 300 عامل وحتى 50 عامل تعتبر كارثة، بحكم أنه نعتمد كثير على أن النظافة في حل المشاكل ومشكلة المشكلة البيئية التي تعاني. لا هو يقول من 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 يعمل الآن في تعز هم حوالي 200 عامل فقط، أما البقية هم لا يعملون كما يفهم من كلام سيد جامل. بحسب اطلاعي ونزولي الى عمال النظافه كثير من المتعاقدين 2011 يعملون رغم مرضهم رغم تعبهم ولكن يعملون في نطاق المنطقه. من 2011 الى 2018 لا يستلمون رواتبهم بشكل عام، هم يعملون بدون راتب او براتب. فنسبه انه يقول انه التحرير 200 من الحوضان لا ابدا ما يحصلش، هذا هي بدات الاحتجاج من مدينه تعز بسبب عدم صرف الرواتب. عمال النظافه مطلبهم واحد هو صرف الرواتب، زي ما قلت 200 عامل او 300 عامل او حتى 50 عامل كان مطلبهم محدد هو مطلبهم راتب. تفضل بالبقاء سيده مها عون، اعود اليك او قبل ذلك. نعم إذا ينضم لنا عبر الهاتف السيد عبد الله سيف الذي العامل الذي أجهضت زوجته بالأمس. أرحب بك سيد عبد الله سيف، إذا حدثنا ما الذي حدث بالضبط بالأمس؟ تفضل سيد عبد الله سيف. عندما نزل الشيخ عارف أمس بالعميل الأمير والقطاع السريع قاموا استدعاءنا للحوش، دخلنا الحوض قاموا علينا بإغلاق باب الحوض، خرجنا من الحوض شفنا الأساتذة قاموا بقضيتهم بالضرب بالإهانة، جت درجتي في الأرض من ستات ضربوا نبيلة وسميرة عبد القائد وهديبة ومرزات ومايا وفاطمة عن سعيد ولينا. أنا أبد الضرب لما جهتوا نبيلة وهي محل الكبير عبد القادر الدكتور عارين جمعنا إسعاف نبيلة إلى المستشفى بعد فتح الحرام بعد ما جهتها الجنين من الفضيحة. طيب يعني كانت ما هو سبب إجهاض الجنين بالضبط؟ العسكرية شفت العسكرية قد الاعتداء عليه بالضرب عندما جهض الجنين من داخله. انا خرجت من الحوش قبل المحافظه ومرتي بالعرض ومجيت اشوفه شفت العسكري وراجع رجله بقراشه تتعشى، اطلع
ارجع لما قريب مرتين الراس يقول لي في حاجه احس كبارد زي ما تقولي قلت لك انا بدل ما اخذ بطال اجل زي ما قلت لك بسيط كتب ليله بتاع ليله بتاع الفنان يقول لي يا خالي يا خالي جلستك جديده والضابط دخل على السريع قال شو الطلعه العسكريه يسد تحدي شاط الجرم عليا ورجعت اجل مرتين وكنا عند جزه على طلعت الزباد بعد ثلاثة أيام بعد ما اتشاف منه. شكرا لك سيد عبد الله سيف عامل النظافة كنت معنا على الهاتف. نعم. أمام الناس أمام المجتمع. شكرا لك إذن سيد عبد الله سيف عامل النظافة كنت معنا عبر الهاتف. انتعز بالعودة إليك سيد جامل. إذن سمعت ما قاله الضيف وأنت تتحدث عن عدم وجود إجهاض لما حدث. يعني كيف يا أخي؟ نعم. تحدث معك وأنا كنت متواجد في المكان. إذا كان حصل هذا لم يحقق نحن لسنا ضد أي ممارسات خاصة لو غير العامل. هذا الكلام إذا كان يدعي فيه عبد الله هذا يثبت، وإذا كانت المرأة في المستشفى فنحن عندنا استعداد أن نحقق مع الجميع. لم يتم ممارسة لا إطلاق نار ولم يتم، بالعكس العمال شدوا أمورهم وأغلقوا الباب وحاولوا استخدام العنف حتى ضد الأفراد، لكن تم فتح الباب من باب الداد. بالتالي يجب أن تسأل هؤلاء العمال طالما هم أضربوا ما الداعي لمسألة أن يتقطعوا للبواب؟ هذا يقومون بالاعتداء، يشتغلون بالميدان طالما هو أضرب سلميا يضرب سلميا، لكن هناك ممارسات. نحن نعلم أن هناك ناس حملوا السلاح أيضا، لكن لا نريد أن نطرح هذا الكلام. نحن علاقتنا متميزة مع العمال ومع حتى مع الأخ عبد الله سيف ومع الأخوة كلهم، لكل لهم كل الاحترام، لكن أيضا نحن في السلطة المحلية يجب لدينا قضايا رئيسية. نحن تتعرض لمؤامرة معينة، تتعرض أيضا لإعلام لأغراض يسيسوا كل شيء. بالتالي نحن كسلطة محلية ملزمون أن نقف بمسؤولية ونتعامل مع جميع القضايا. هناك تخريب في داخل تعز الجانب الخدمي، هناك بناء عشوائي، هناك بناء في الشوارع قدس قمامة. بالتالي ما لم نقف بمسؤولية ونتعامل مع القضايا بمسؤولية فإن الأمور ستخرب. نحن نمارس إطلاق لا نتعامل خارج القانون، وبالتالي هم لهم مطالب في ظل القانون، نحن نحترمها ونقدرها. ايضا فيما يتعلق بمرتباتهم لا زلنا نتابع، تواصلنا مع الاخ المحافظ وهو يتابع الاخ الوزير بالنسبه لصرف مرتباتهم. ايضا نحن في السلطه المحليه هناك افراد جالسين في الحوبان لا لم يدخلوا المدينه، ومع هذا طيله 2019 عندما تم توقيفها من عدد توقفت عليهم، لم نوقف راتب واحد رغم انه كانوا يستلموها في الحوبان وهم لا يشتغلون. في عمال من ضمن 1013 من يتجاوز 500 عامل متواجدين في داخل تعز جالسين في البيوت ويشتغلون اعمال حره اخرى، ومع هذا رواتب تصرف. هذه مشكله كانت قائمه وتحمل مسؤوليتها اداره الصندوق، لانهم تعاقدوا مع عمال اخرين وكان يفترض ان يلزم العامل الرسمي بمساله العمل. العامل في محافظه عدن يتقاضى بحدود 50,000، العامل في الحوبان يتقاضى 27,000 ويتقاضى 500 ريال في اليوم بما يتساوي شهريا 42,000. احنا في تعز يتجاوز العامل فوق ال 100 وال 120 ومع هذا يضرب ويعطل العمل، هذا كلام غير مسموع وغير منطقي. نحن يجب في الاخير ان نتعامل بقانون ونتعامل طيب ايضا وقد وانتقد اوضحت سيد جامل ان العمال تقريبا يستلمون حوالي 27,000 ريال. على كل حال اشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا السيد عارف جامل وكيل محافظة تعز كنت معنا يضاح وجهة نظر السلطة المحلية. أرحب الآن مشاهدينا الكرام بمن ينضم إلينا من تعز أيضا الفنان رشاد السامع المتابع لهذه الاحتجاجات. سيد السامع، يعني يتحدث سيد عارف جامل أنه هناك بالأخير مسؤولية في تعز ونظام وقانون يجب أن يطبق في سياق التعامل، وأي احتجاج سلمي كما يقول يجب أن يستمر ويبقى في حدود سلميته، وعلى العاملين هناك ألا يتقطعوا للسلطة المحلية عندما تريد تسيير أمورها هناك. أنت كنت هناك في وتابعت هذه الاحتجاجات، كيف تعقب على ذلك؟ والله الاحتجاجات السلمية هي في إطار القانون طبعا، انه الموظف يحتج ويعتصم بالطرق السلمية، هذا اللي حاصل بالنسبة لعمال النظافة الآن. متصمين بطريقه سلميه ما فيش حاجه يعني. وتقريبا انا اطلعت على الموضوع وسالت عشان بالنسبه لامس اللي حصل يوم امس،
لأنه قالوا العمال قوة الأمن تقريبا اقتحمت المكان اللي متصمين فيه، قالوا ما كانش عندهم أي مشكلة ولا يقدموا الأدوات بس إذا كانوا يعني تحاوروا معهم. اللي حصل إنه أخذوا مجموعة منهم واحتجزوهم داخل المحافظة وهجموا على المكان، روعوا النسوان وضربوهم ضربوهن، وفي ناس تعوروا، واحدة تكسر يده ومرأة، يعني كان للحاجة هذه كلها. الناس المعتصمين يطالبوا بحق، ما يطالبوش بحاجة ثانية، برواتب، بتحسين وضعهم. مشاكل العمال هي مش من الآن ولا من قبل شهر، بضمن لهم لحد الآن يمكن 20 يوم معتصمين، ما فيش أحد سمعهم ولا حد فعل معهم، يعني خلال ثلاثة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ما حد تكلم معهم. بس لما بدي التضامن وتوسعة القضية بدوا يلتفتوا لهم، مطالبهم مشروعة، راتب زيادة، مساواتهم ببقية وعدان بصنعاء، يعني هذه الأمور كلها تحال. إذا في نية فهي تحال، والأفضل أن تحال بشكل جذري لأنه تتكرر الآن، تتكرر كل أشهر وتتكرر نفس المشكلة ونفس الإضرابات، واللي الضحية بيكون المدينة والمواطنين، لأنه في حالة وفاة الآن، في حالة أمراض بسبب انتشار الوباء، لأنه القضية هذه ما حلت بشكل نهائي. طيب يعني السلطة المحلية عبر وكيل المحافظة السيد عارف جامل قال أن هناك عرقلة من قبل يعني وزارة المالية في سياق الاستمرار، يعني في سياق رفع هذه الرواتب الزيادة الموعودين بها 30%، وكذا عبر مسألة بقية المستحقات التي توقفت للعمال الرسميين. كيف ترى الوضع أنت بهذا الخصوص؟ من يحمل، يعني من مسؤولية الوضع الحاصل، مسؤولية من بالضبط؟ شوف أنا مش مطلع على التفاصيل بشكل كامل، لكن هم معهم نقابة، العمال معهم نقابة، نقابة رسمية يفترض أنه يكون التواصل معه. يعني إحنا مجرد ناشطين متضامنين بشكل إنساني، ما فيش أي أسباب أخرى يعني غير الجانب الإنساني. حاجة ثانية تتعلق بالتفاصيل الداخلية، هذه يجلسوا معهم يتفاهموا. المطلوب أنه يحافظوا على حياة العمال المعتصمين، يحموهم كمان مش يؤذوهم. أي حاجة في نفس الإطار يعني. أشكرك جزيل الشكر سيد رشاد السامع الفنان، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. بعودة إليك، أو أرحب مشاهدينا الكرام بمن ينضم إلينا أيضا من تعز، سيد الصحفي محمد محروس. سيد محروس، ضعنا يعني بصورة الوضع هناك في تعز، حديث عن عمال، يعني عمال مضربون، القمامة تتكدس، كيف يعيش الناس هناك الآن؟ نعم سيدي العزيز، صراحة نحن في تعز نعاني كثيرا من لعنة المحافظة أولا، وثانيا هذه اللعنة أدت إلى سوء الإدارة. فكل حزب بأنصاره وبمن بأنصار، دعني أقول بقاداته وبنخبه، يتمترسون خلف من يمثلونهم في المناصب الحكومية. هذا الوباء الذي شل تعز بأكملها وكل الأوبئة الأخرى أصبحت تحت هذا الوباء العام. بالنسبة لقضية عمال النظافة، هذه القضية قضية قديمة جديدة وقضية متجذرة ومتمددة، وعمرها كعمر الحرب في تعز، وحالها كحال أيضا تعز بشكل عام. للأسف الشديد المعاناة التي أنا تحدثت عنها ناجمة عن المحافظة وعن سوء الإدارة، وناجمة أيضا عن عدم وجود معالجات فورية لمثل هذه القضايا الحساسة والمهمة. الحديث عن تكدس القمامة يعني حديث عن كثرة الأوبئة، يعني الحديث عن مناظر بشعة، يعني الحديث عن روائح كريهة، يعني الحديث عن جريمة في حق عاصمة الثقافة اليمنية، هذه المدينة التي يعني تعاني الأمرين في كل الظروف. للأسف الشديد
في كل الأحوال قيادة السلطة المحلية تتحمل المسؤولية بدرجة أولى، ومن خلفها الحكومة الشرعية التي لم تستطع حتى اللحظة حقيقة إبراز تعز بوجهها الحقيقي، فقط تتعامل مع تعز كأنها مدينة أخرى في عالم أخرى، في عالم آخر أو في كوكب آخر، وتستهدف تعز بهذا الشكل، يعني شكل مؤسف للغاية. عموما عزيزي، نحن نتحدث عن استهداف ممنهج لتعز، وعمال النظافة جزء من هذه المدينة، والنظافة أيضا طيب يعني الآن في هذا السياق سيد محروس، يعني قبل قليل وكيل المحافظة سيد عارف جامل كان معنا تحدث على أن وزارة المالية يعني الخلل منها لم يتم اعتماد إلى الآن الزيادة التي تم وعد عمال النظافة فيها، نتحدث عن 30%، ولا مسألة تأخير الرواتب للعمال الرسميين وكذا المتعاقدين كانت بسبب أيضا وزارة المالية. أنت بحسب اطلاعك أين المسؤولية، تقع على من بالضبط؟ هي عملية تبادل، إلقاء المسؤولية، كل طرف يلقي المسؤولية على الآخر. لنقل أن الحكومة مسؤول ذلك مسؤولية مباشرة. طيب ما دور السلطة المحلية في هذا الإطار حينما تفض اعتصام لعمال عزل راتب الشخص الواحد لا يتجاوز $50؟ يعني لك أن تتخيل هذا، تفض اعتصامه بدل أن تقف إلى جانبه وتتبنى ما يريده وتتبنى مطالبه وتنقل الصورة الكاملة للحكومة، مع احترام شديد لقيادة السلطة المحلية، هذه القيادة قيادة فاشلة، لم تستطع أن تدير تعز خلال الفترة الماضية. للأسف الشديد مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، هذه هي الميليشيا التي هي سبب رئيسي أيضا فيما يحدث لتعز، هذه المناطق نظيفة، مع أننا نعرف أن الحوثيين لا يعرفون شيئا فيما يتعلق في الإطار العام للحياة المدنية. ومنطقة كتعز بثلاثة أو أربعة شوارع لم تستطع إدارة السلطة المحلية أن تديرها إدارة فعلية. 27 مليون ريال، هذه هي الاحتياجات الشهرية، أين تذهب ضرائب تعز؟ أين تذهب إيرادات تعز؟ أين تذهب هذه الأمور؟ يعني أمور عادية جدا تستطيع السلطة المحلية أن تغطيها من الميزانية. طيب برأيك هل وجود المحافظ في خارج تعز هل أثر في سياق استمرار هذه الأزمات؟ سيد محروس، وعمال النظافة لا يجد ما يأكلونه. سيد محروس، هل وجود المحافظ خارج تعز بهذا الشكل واستمرار مسألة غياب المحافظ شمسان وقبله محافظون آخرون، نتحدث عن من محمود وغيره، وحتى المعمري في فترة من الفترات، هل يؤثر في هذه المسألة أم أن هذا جزء يعني له أسباب أخرى، مسألة الرواتب وما شابه؟ هو جزء من المشكلة وليس كل المشكلة، لأن من يتحكمون في تعز هم في تعز وليسوا خارج تعز صراحة، لنكن حقيقيين وواقعيين. يعني المحافظ مجرد موظف يؤدي دور معين، وأحيانا لا يعرف شيئا مما يحدث، لكن من يدير تعز، من يتحكم في مفاصل تعز، من يملك قرار الفعل يتواجد في تعز، بإمكانه أن يتجاوز كل شيء، أن يتجاوز حتى الحكومة الشرعية بحكم الواقع الذي واقع وخصوصية الأمر الذي تعيشه تعز خلال هذه المرحلة الدقيقة. أين الحكومة؟ لا توجد حكومة شرعية ولا توجد حتى دولة بالمعنى الحقيقي. هؤلاء الناس عليهم أن يكونوا، إما أن يكونوا وإما أن لا يكونوا. حقيقة عليهم يعني أن يحفظوا ماء وجوههم. يا أخي لا. القمامة متكدسة في كل الشوارع، حمى الضنك تعصف بالمدينة، الأوبئة الأخرى، كل من يحاول أيضا أن يفعل شيئا لهذه المدينة يتم إما شيطنته أو يعني محاولة سلبه المال مشاركته. يعني هؤلاء فقدوا كل شيء، أصبحوا حقيقة عبء على المحافظة، يفعلوا شيء. تخيل يعني يوم مفتوح للنظافة، صرف 1 مليون ريال لمدة ربع ساعة نظافة،
ويعني غضب من الإعلاميين لماذا لم يغطوا هذه الحملة العظيمة التي قامت بها السلطة المحلية ليوم واحد وأيضا إجازة لكافة المرافق الحكومية من أجل أن يحشدوا القوى والخروج إلى هذه الحملة وفشلوا فشل ذريعا. يعني فيما عمال النظافة الذين تستند عليهم المحافظة ويقومون بواجبهم على أكمل وجه لا يجدون قوت يومهم يا سيدي. شكرا لك إذن سيد محمد محروس الصحفي، كنت معنا في هذه الحلقة من تعز. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة لابد من التمويه، لأن السيد عبد الله جسر مدير عام صندوق النظافة والتحسين بعد أن كان مفترضا أن يظهر معنا أو يعني نجري معه اتصالا هاتفيا أثناء الحلقة، أقفل هاتفه أثناء الحلقة ولم يكن هناك مجال للتواصل معه. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، في أمان الله.